عملية الحيتان مع الإخوان في شركة مشروعات سياحية، وصلنا للحيتان نصف مليون جالون من الماء البحر، إضافة إلى رفع المدافع العراقية من شعاب جزيرة جارو. وزن المدفع نصف طن. أثناء انتحارهم من الجزيرة رموا كل اللي باقوا على الشعاب المرجانية، وطلعنا من الشعاب 63 طن إضافة إلى المدافع. عمليات اللي اشتهرنا فيها انتشار اليخوت والقوارب والزوارق. فكرة بسيطة عن فريق الكويتي وأشهر عملياته، والآن مع الاسم الغالي على قلوبنا جابر الخير ومحميات جابر الخير. خلينا نشوف بس فيلم صغير عن الفكرة قبل أن ندش في بعض المعلومات. ربعي قالوا لي لا سولف والفيلم طالع عشان الموسيقى، فبحاول أسكت بس روحي. الشيء الحلو بالفيلم واللي تشوفونه كله من بدايته لنهايته من تصميم وإعداد وتنفيذ وإخراج ومونتاج فريق أصفيتي. خرسانات ضخمة. لا إيش رأيك؟ أنا حاب عبارات مع الصور فما أقدر بس كده. لأن شوي فيه طبعا هاي شكل المجسمات وتصميمها، وعلى فكرة هل تشوفونهم كلهم أعضاء الفريق يعني، لأن ما نقدر نرسل تروح قاعدة مع العمل، كلهم شبابنا. غسيل المحميات، تجهيزها قبل يروحون البحر، ارتفاعها 3 متر، وزن الوحدة 8.5 طن. أوزان ضخمة طبعاً وعمل جبار، ويبدي العمل من الشركة ما ناخذ الخرسانات إلى موقعنا في ميناء شويخ إلى أن نصل إلى البحر. إحدى الغوارب اللي هداها لنا صاحب السمو. العملية هذه بجزيرة قارو اللي شوفونها أبعد مكان في الكويت. في شركة نفط الكويت ميناء الأحمدي وفروا لنا القطع البحرية اللازمة حق المشروع. قطينا هالمحمية 10 قطع، كل واحدة تقريبا 9 طن في عمق 16 متر. قارب الفريق أثناء رسو الدوبر في الموقع المحدد، شبابنا محمود اشكناني واحد من ابطال المشروع، تجهيز المحميه قبل تروح الضوء. طبعا ما نقطها في يوم 50 يعني، نحاول يوم مو عطله عشان لا حد يدلها، واللي يدلها ونتاكد ان دلها نشيلها بباراشوتات اي يوم ثاني ما يلقاها ندنيها. ناخذ الهول العود ذا الخير. عمل صعب ومتعب بس والله الحمد تم بحمد الله. مجموعة تصوير وأجهزة صلاة تحت الماء بإهداء من صاحب السمو لأبناء الغواصين. عملية تنزيل المحمية طبعا الظروف الجوية ما تساعد ذكري انه يشتغل، فيلا نقي يوم خواهر ولازم ما يكون حمل فساد، يعني قصة على ما نطلع، قصة على ما نلقى جو زين يناسب، لان اوزان كبيرة ما ودنا نقط نسوي شيء طبعا اكيد يأثر بشكل سلبي على الغواصين او العاملين معانا.
شبابنا اثناء زال المحميه في الموقع، هل معد؟ القواصين طبعا قاعد يتاكدون من موقعها عدل. طبعا الرؤيه افضل تحت الماي، بس بهالوقت طبعا بالكويت تدرون الرؤيه يعني مو كل مره تصير زينه. التاكد من الخرسانه في تثبيتها ووضعها الصح. القواصين يتكلمون مع الشباب اللي فوق، فتح الهوكات الخاصه في المحميه، توثيق كامل من البدايه لنهايه العمل كله. وصفحتنا بالانترنت طبعا حتى الافلام موجوده في صفحتنا في الانترنت، الا الجزء اللي راح تشوفون الان هذا الجديد اللي راح نوريكم اياه. هذه المحميه واحده منهم في قارو، ثنتين في كبر، ثنتين في ام المرادم، واربع في جليعه، وثنتين في عريفجان، واحده في البنيه تحت، وخمس في بنيدر. علامة الأوكي على نهاية العمل، قولوا ما شاء الله. عقب سنتين شنو صار؟ عملية توثيق العمل، حديقة مائية، يعني تشوفوا المرجان والأسماك اللي استوطنت، اللي كانت لازم تطلع بعد ما طردناها من فعل الصيادين وفعل الغزو. شوف الألوان، المرجان أنواع ما شاء الله. هذه المحمية ما كأنها خرسانة. في البحر الكاريبي سفينة جنحت على مرجان كسرته، انتشلوا السفينة والمرجان طبعا مات، حطوا خرسانة، عقب سنتين رد المرجان كما كان. مشروع استراتيجي قومي حق كل بلد تحب تحافظ على البيئة، والأصل طبعا ما تدمر الموجود، لأن مع الأسف الصيادين والكرافات وايد قاعد يكرفون شعاب مرجانية وقاعد تأثر، والفريق حط بنصب عينه إنه ينقذ الشعاب بأي عمليات سواء شباك أو مخلفات. واليوم لا، مو بس نشيل مخلفات، جايين نبني ونتحدى البيئة في هالشيء. أسماك تغري الصيادين لكن ما حد يدلهم، وراح نحط فيهم يريور عشان لا حد يسلم. بس نبي ندربه ما احنا قادرين. بيئة ثانية جديدة، سنتين خلينا نقول عشر، خلينا نقول 15 سنة، شبابنا مصورين يوثقون، هذا يعور القلب طبعا، معروف لدينا هذا الهامور أكيد. راح ندلي نيدر ما تنيدر. كله مرجان هذا. المشروع يسوى التعب ويسوى التضحية، وعيالنا راح يذكرونه إذا غاصوا وشافوا أن أهلهم ردوا لتأهيل البيئة مرة ثانية. أسماك ما شاء الله وأنواع كثيرة من المرجان، ونتمنى إن شاء الله الباحثين يساعدونا في تقييمها حتى بيئيا وفتش رموزها. عنزة الشيء الغريب إنه مثل ما قال ذيك مرة بالشيخ باللغاء، ناس وايد ما يدرون ان بيئتنا كذي، يعني ما حد يعتقد، ما حد يتصور ان بيئتنا كذي حلوه. يعني اظن واجب علينا كغواصين ومتطوعين خلينا نظهر هالجمال حتى الناس يحسون ان ترى مثل ما بيئتنا البريه ما شاء الله حلوه، لما نخليها. الان باختصار فكره المشروع، انشاء وتنصيب مجسمات خرسانيه في قاع البحر ويبيع اعماق مناسبه لاستيطان الشعاب المرجانيه وكائناتها والاسماك. لا حد يفكرنا بس سمك، لا، في كائنات تكمل السمك، والمرجان الاصل اللي هو ملاذ اللي اسمه. المرجان هو حيوان لا فقاري، منه الرخو والصلب، ويعني تعريفه طبعا المرجان